ينتقلوا من الريشة للوزن الخفيف 57 حتى 60 كيلوغرام من طاجيكستان في الركن الأحمر اللاعبة شويرة في الزي الأحمر والحجاب في الركن الأزرق وهذا الجسم القوي أيضا القادم الهند قدمت مباريات قوية بلانس وماذا ستفعل اليوم نتابع معا جوي للملاكمة رئيس الاتحاد القطري للملاكمة وبالمكتب التنفيذي بالاتحاد اللاعبة للحجاب لم يعق لا شك يمكن احنا اخذنا قرار السنة الماضية في الاتحاد الدولي للملاكمة أن يكون لبس الحجاب وسلمات ويمكن حقيقة يمكن كانت المبادرة ثانية في اجتماع الاتحاد الدولي وبالعكس احنا يكون اللبس المحتشم يكون هو كذلك من ضمن الألعاب الرياضية في دول العالم وانا اعتقد ان ما اعتقد ان يكون في اي إعاقة في اللبس المحتشم للعبة الملاكمة لا شك سيد علي أن قراركم وقرار الإدارة الحكيم في هذا الشأن قد أفاد العديد من الفتيات المسلمات حول العالم وبالعكس بل قد تشجع من باقي الرياضات لتبني السترة والحشمة ولتكفل للاعبات المسلمات المشاركات الدولية هذا اللقاء حكم لقاء من دولة التشيك والقضاء من هنغاريا وبلغاريا تركيا وإيران دولة جمهورية إيران الإسلامية ونستكمل هذا اللقاء حذر لدينا دولتين عريقتين الآن في الملاكمة طاجيكستان والهند هنالك بنيان جسدي قوي اللاعبة كلتا اللاعبتان حذرتان في الجولة الأولى حتى انتظار رأي المدرب اللاعبة في الركن الأحمر تقف بوضعية الساوث بو التي فيها تقف بيد يمنى ورجل يمنى مواجهة للخصم في مقابل الطرف الآخر وتحذير شفهي من الحكم بعدم الدفع في الوجه لسلامة اللاعب واللاعب تقف في وضعية الأرثوذكس الوضعية الأكثر شيوعا في عالم الملاكمة سيد يوسف الكاظم لا زال معنا نائب رئيس الاتحاد الأسيوي للملاكمة رئيس الاتحاد القطري للملاكمة والاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأيبا سيد علي هل هناك دول عربية ستستضيف أيضا بطولات دولية أو قارية قريبا؟ والله هناك في دول عربية حقيقة قدمت على استضافة النشاط العربي وإحنا يمكن في الاتحاد العربي للملاكمة أقمنا بطولات عديدة الجزائر هي الآن طلبت استضافة بطولة كذلك مصر طلبت استضافة بطولة سوريا العراق كل هؤلاء الدول حقيقة على استعداد لاستضافة البطولات لكن أعتقد بسبب الجائحة في 2020 و2021 كنت من هذه الجائحة يعني تكون بعيدة ولكن للأسف الشديد قدر الله ما شاء فعل ويمكن حتى هذه الدورة الآن نشوف الدورة الآسيوية يعني بدأت حتى كذلك بحذر كثير واحترازات شديدة للمشاركة ويمكن غياب جمهور لعبة الفن النبيل يمكن أثر بشكل يعني غير مباشر على اللاعبين و الحكام بشكل مباشر أنا أعتقد لعبة الفن النبيل تعتبر من يمكن من أفضل الألعاب على مستوى الرياضات بشكل عام لأنها فيها البطولة القوية المقارة فائقة ستثمر نصائح المدربين الدوليين الأولمبيين في إحراز النصر لصالحهما سيد الدكتور يوسف علي الكاظم نائب رئيس الاتحاد الأسيوي للملاكمة ورئيس الاتحاد القطري ورئيس الاتحاد العربي للملاكمة عضو المكتب التنفيذي يحضر الحكام حاليا دورات تطوير وايضا المدربين دورات تطوير وانا شخصيا قد حضرت العديد من الدورات التي تقدمها الأيبة وتتمركز جميعها في سلامة اللاعب ماذا تود الأيبة بهذا الخصوص لماذا تركز على سلامة اللاعب طبعا بلا شك الأيبة لها أولوية
أن تهتم بالحكم والمدرب بشكل أساسي، لأن إذا كان المدرب والحكم هم من يديرون لعبة الملاكمة من خلالهم يستطيعون أن يحافظوا على سلامة اللاعب، لأن اليوم اللاعب أحيانا يكون عنده تكتيك وتكنيك عالي، ولاعب آخر يكون يمكن يكون شو مستواه التكنيكي والتكتيكي أقل. فهذا إذا كان الحكم ما عنده خلفية مسبقة أو المدرب ما عنده خلفية مسبقة للحفاظ على سلامة اللاعبين، لأن احنا اليوم بالدرجة الأولى محتاجين أن نحافظ على سلامة اللاعب، لأن هذه اللعبة مثل ما قلت لك في البداية هي لعبة مباشرة بين لاعب ولاعب، يعني وفيها يعني تفارق في المستوى أحيانا يكون بين اللاعبين، والتفارق هذا إذا لم يكن الحكم على دراية كاملة في التعامل مع جو المباراة، والمدرب كذلك لم يكن على دراية كاملة بالتعامل مع المباراة من خلال لاعب الخصم، ممكن يعني اللاعب يصاب إصابة بليغة. الأسباب هذه الأيبة حريصة أثناء الدورات التي تعطى للحكام أو المدربين في ون ستار، هي النجمة الأولى أو النجمة الثانية أو النجمة الثالثة، كل دورة من هذه الدورات لها اختصاصات معينة وتوجيهات معينة، وكذلك حتى يعني متابعة لصيقة للحكام أنفسهم، لأن الحكم هو المسؤول الأول على سلامة اللاعب والمباراة بشكل عام. فعلا الحكم اللقاء هو صاحب الكلمة الأولى في سلامة اللاعب، ولذلك ينبغي وجود الحكم بشكل متواجد حول الحلقة ومراقب للمجريات اللقاء من الزاويات أجمع للتأكد من سلامة كلا اللاعبين. سيد يوسف، دكتور يوسف، قد يتعجب العديد من المشاهدون أنه منذ بداية البطولة وأنا أتحدث عن قواعد السلامة، وفي حين للأسف قد خسرنا لاعبا دوليا في لعبة الملاكمة، ولكن كما يقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ساعة. ماذا تعليقكم بالقوة التي ممكن تصيب اللاعب بهذا المستوى؟ ولكن احنا بحاجة، الكلام طبعا انا وجهي لي ولزملائي ولكل الاتحادات، ان احنا بحاجة ان تكون عندنا فحوصات مسبقة للاعبيننا قبل المشاركات، او ان يكون عندنا حتى فحص دوري كل 3 شهور، وهو نظام السكانر على الرأس، لأن أحيانا ممكن يكون اللاعب أثناء التدريب يصاب، أحيانا ممكن يكون أثناء مشاركته في لقاءات ثنائية يصاب، ولكن المدرب يعني ما يكون على دراية في هذا الموضوع. الأسباب هذه إحنا بحاجة بشكل كبير أن نكون حريصين كل الحرص بمتابعة لاعبيننا بشكل دائم ولا نهمل. ويمكن أكون معك صريح أن كثير من الدول للأسف لليوم لم تهتم الاهتمام الكبير في اللاعبين أو الاهتمام الأكبر في الفحص الدوري لهم، يعني محتاج يكون فحص على القلب، فحص على الرأس، فحص حتى كذلك العضلات، لأن احنا محتاجين أن نتأكد من سلامة لاعبيننا قبل المشاركة في أي بطولة. طبعا هذا الموضوع يعود لكل اتحاد، وكل اتحاد لابد أن يكون الفريق الطبي هو المسؤول بشكل مباشر، وعمل برنامج متكامل في عملية الفحص الدائم. أنا أتوقع أن بعد وفاة اللاعب راشد هناك الآن صار في حرص أكبر وأكثر من الاتحادات بشكل عام على مستوى العالم، بالإضافة كذلك للآيبة نفسها بشكل عام من خلال الأطباء، الحكام، المدربين، يعني الجميع الآن شريك في التعامل مع هذه اللعبة، أنهم لابد أنهم يعملوا بشكل كبير لسلامة اللاعبين بشكل مباشر. احنا نقول الله يصبر أهله ولعبة الملاكمة تكون إن شاء الله مستمرة. هنالك إنذار من حكم اللقاء للاعبة في الركن الأزرق بعد تنبيهات عدة بعدم المسك حفاظا على سلامة كلتا اللاعبتين، وينصح أيضا بإبقاء الرأس عاليا. لازلنا وإياكم نتابع هذه الجولة الثالثة بين اللقاءين، بين اللقاء الجامع بين اللاعبتين الكبيرتين في الأداء من طاجكستان ومن الهند. مسح القفاز ضمانا للسلامة.
يمنع الضغط للركن الأحمر، يمنع الضغط الرأسي للأسفل، ولعبة اللعبة في الركن الأحمر ذات التفوق الجسماني على الركن الأزرق، مما حد كثيرا من أداء اللعبة الهندية التي لعبت بشكل أفضل في اللقاءات السابقة أو اللقاءات الدولية السابقة. أيضا إعطاء إشارة من الميقاتي، إشارة بقرب انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة في عمر هذا اللقاء، ويقرع الجرس قبل إعلان هذا النزال. توجد ثواني معدودة، نتشوق لمعرفة الفائز بعد هذا اللقاء القوي، وكانت الأفضلية فيه في الطول لصالح الركن الأحمر، ولكن قد يكون للقضاء رأي آخر. فلنتابع معا. يأتيكم هذا الحدث الضخم القاري والدولي في البطولة الأسيوية والسيدات، وفي انتظار قرار حكم اللقاء الذي نعم تفعلها اللاعبة الهندية مرة أخرى، والفوز